بشرين بغل الهدايا في محفل يذهب شوه من الفرح رفت سرايا ودنت بريس الضفرة رعود خب عطايا الله سوايا وضوى مدينة زايد قصود دار الكرام وأهل العطايا وضيف كريم المد والجود واستبشرين بغل الهدايا في محفل مشاهدينا الكرام ما زال الانطلاق يتواصل والعطاء من أرضية ميدان الظفرة بانطلاقة مهرجان الظفرة ينطلق شوطنا السادس عشر للأبكار اللقاية المهجنات الأصايل أشواط مقيض الدار تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين مقدمة الشوطة مباشرة اللي في المركز الأول من تأتي على الصدارة وعلى المقدمة بهذا التقدم الممتاز تأتينا مع المركز الأول مرموقة تعود الملكية محمد بن سالم بن علي الدرعي أيمن يقدم لنا مرموقة مع المركز الأول ثاني المراكز اللي في المركز الثاني انطلاقة مباشر من حربة أحمد بن عبيد بن نور العامري من يقدم لنا حربة مع المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثالث في هذه اللحظات تتقدم هنا قيادة سهيل بن سعيد بو حق ابو الشامسي من يقدم هذا الاسم الوصول والقدوم من الشامخة محمد بن عبد الله بن عيف العامري من تتقدم الى المركز الرابع خامس المراكز تاتينا مباشرة جنون عبد الله بن حسن بن احمد المرزوقي من يقدم هذا الاسم مع المركز الخامس نشوف اللي في المركز السادس الروضة حمد بن محمد بن سعيد بن دربش العامري من يقدم الروضة مع المركز الخامس سادس المراكز اللي في المركز السادس تأتي في هذه اللحظات بهذا التقدم مزون عبد الله بن يعان بن عبد الله المهيري من يقدم لنا مزون بهذا التقدم الممتاز ومن الجانب الآخر ملوح مبارك بن جمعة بن مغير الخيلي الوصول والقدوم في هذه اللحظات يا مشاهدين الكرام من تنطلق بهذا التقدم الممتاز عرقة تعود الملكية من يقدم لنا عرقة محمد بن علي بن عمير الراشدي من يقدم هذا الاسم أسامي تنضم مشاهدين الكرام المنطلقة في هذه اللحظات وتأتي بينونة راشد بن سلطان بن محمد المنصوري من يقدم هذا الاسم وصول وقدوم من سحابة علي بن محمد بن علي المنصوري هكذا النتيجة هكذا النداء الأول نعود إلى مقدمة الشوط نعود إلى المركز الأول إلى الصدارة هلولة في مقدمة الشوط ومع المركز الأول من تاتي مع المقدمة حربة أحمد بن عبيد بن نور العامري من يقدم لنا حربة راعية الميدان هي من تاتي بقيادة المسيرة ولكن ثلاثية تشكلت مع الصدارة من الجانب الآخر من تاتي جنون عبد الله بن حسن بن أحمد المرزوقي والتسلل في هذه اللحظات من سحابة علي محمد علي المنصوري من يقدم لنا سحابة ولكن القادم أحلى من اللي وصلت في هذه اللحظات وانتزعت المركز الثالث بهذا التقدم كدرية عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري طيار الوثب وصل ويقدم لنا كدرية تاتي مع المركز الثاني المركز الرابع رابع المراكز أرى الروضة تعود الملكية حمد بن محمد بن سعيد بن دربش العامري من يقدم لنا روضة القادم الواصل في هذه اللحظات أرى صعايب ناصر بن محمد بن حريك المنهالي أول إذا على صعايب القدوم والوصول مرموقة محمد بن سالم الدرعي ولكن تتقدم في هذه اللحظات جنون عبد الله بن حسن المرزوقي والقدوم والوصول من الجانب الآخر صبر مسلم بن عبيد بالعرط الحميري عرقة محمد بن علي بن عمير الراشدي من يقدم هذا الاسم ولع الشوط ولع عن المهجنات بهذا الانطلاق بشوط مقيض الدار ولكن وين بنعيد وين طيار الوثبة مع سكان المقدمة من يقدم لنا هذا الاسم
والتقدم الممتاز. كدريه كدريه كدريه، عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري من يقدم لنا كدريه، ولكن المركز الثاني المنطلقه في هذه اللحظات حربه، حربه تعود الملكيه، من يقدم لنا حربه بهذا التقدم الممتاز وبهذا الانطلاق؟ احمد بن عبيد بن نوره العامري، القدوم من صعايب ناصر بن محمد بن حريش المنهالي، وصلت الاسماء وصلت الشعارات من الجانب الاخر، من تاتي بهذه اللحظات سحابه، علي بن محمد بن علي المنصوري القدوم والوصول في هذه اللحظات من صبر، مسلم بن عبيد بالعرطي الحميري، وصلكم بالعرطي، اول اذاعه لك الحميري، من يقدم هذا الاسم؟ ولع الشوط ولع، ولكن المقدمه والصداره والبدايه ما تسلم المهمه ان لم يكن كلام ثاني وراي آخر مع نيران. نيران أشعلت نار الشوط، نيران وقدمها مطر بن عبد الله بن عمر الشامسي يوسلوب على هذا الإبداع. من أين أتى الطموح؟ ما يبنى لها طاري إلا في هذه اللحظات. محمد بن عايد بن سعيد بن مبارك الكتبي قدم طموح، غادر بطموح، طموحه الناموس، طموحه الفوز والإبداع والانتصار، من يقدمها لنا؟ بن عايد على الناموس. عايد هنا أهل العين دار الزين، من الظفرة نقول إلى العين، ولكن ما من همان، ما من همان مطر بن عبد الله بن عمر الشامسي، ولكن بن عايد، بن عايد متعود، متعود للناموس. عايد هنا أهل العين غادر بالنتيجة، انطلق بناموس هذا الشوط. سلام طموح، سلام سلام محمد بن عايد بن سعيد بن مبارك الاكتبي، وسلام العين، سلام على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني نيران مطر بن عبد الله بن عمر الشامسي، المركز الثالث من وصلت سمحة سعيد بن علي بن مبارك بن رمل الاكتبي، المركز الرابع طرفاش محمد بن احمد بن سالم المزروعي، والمركز الخامس خامس المراكز العاتية حمد عبد الهادي بن قرود المري، من بن قرود من قدم هذا الاسم، هذا الانطلاق لنا مشاهدي الكرام مع المركز الخامس، وأول إذاعة على مشاهدي الكرام من قدم العاتية. نذهب مباشرة إلى طموح، وأثناء وصولها إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس مهدي أهالي العين هذا الانتصار. 6 دقائق ثانية أربعا من الأجزاء، تهانينا والناموس لمحمد بن عايد بن سعيد بن مبارك الاكتبي. المركز الثاني نشوف اللي بالمركز الثاني، نيران مطر بن عبد الله بن عمر الشامسي، التوقيت الزمني 6 دقائق و2:09 من الأجزاء، تهانينا والناموس أو 3 من الأجزاء. المركز الثالث سمحة سعيد بن علي بن مبارك بن رمل الاكتبي، قطعت المسافة في زمن وقدره 6 دقائق 4:08 من الأجزاء. رفع المراكز من وصلت طرفاشة محمد بن أحمد بن سالم المزروعي، وقطعت المسافة في زمن قدره 6 دقائق، التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام 6:05:06 من الأجزاء، يعني والناموس خامس المراكز. نشوف اللي في المركز الخامس، خامس المراكز العاتية محمد بن عبد الهادي بن قرود المري، من قدم لنا العاتية مع الأمتار الأخيرة وقطعت المسافة زمن قدره 6:08:03 من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس للجميع.